جيم روى البلاذري وكذا الأندلسي أن سعد بن عبادة لم يبايع أبا بكر وخرج إلى الشام، فبعث عمر رجلا وقال ادعه إلى البيعة واختله، وإن ادعوه إلى البيعة واختله وإن أبى فاستعن بالله عليه. فقدم الرجل الشام فوجد سعد في حائط بحوارين، فدعاه إلى البيعة فقال لا أبايع قرشيا أبدا. قال فإني أقاتلك. قال وإن قاتلتني. قال أفخارج أنت مما دخلت فيه الأمة؟ قال أما البيعة فإني خارج. فرماه بسهم فقتله، كما في أنساب الأشراف البلاذري وكذلك رواه الأندلسي في العقد الفريد. جي إدال قال ابن عبد ربه يقول رمي سعد بن عبادة بسهم. لاحظ هذه دال تشير إلى ما يقوله المارقة بأن سعد قد قتلته الجن. يقول قال ابن عبد ربه رمي سعد بن عبادة بسهم فوجد دفينا في جسده فمات. لاحظ وجد السهم دفينا في جسده فمات، يريد أن يشير إلى أن هذا السهم ليس من بشر، لم يلتفت إليه، لم يلاحظه، لا يوجد له أثر. يقول رمي سعد بن عبادة بسهم فوجد دفينا في جسده، ما هي القرينة على هذا؟ لاحظ في باقي الكلام يقول فمات. فبكته الجن فقالت وقتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم يخطو فؤاده، في العقد الفريد. يعني هذه الرواية، هذا الكلام سيأتي الكلام عنه، لو رواها واحد من الشيعة ومن الصوفية ومن المعتزلة سنرى ما هو الرد. وقال ابن سعد أنه جلس يبول في نفق فاقتتل فمات. اقتتل في النفق، مع من يقتتل؟ يقول فاقتتل فمات من ساعته ووجدوه قد اخضر جلده، في الطبقات لابن سعد وكذلك الدينوري في المعارف. قال ابن الأثير لم يبايع سعد أبا بكر ولا عمر رضي الله عنهما، وسار إلى الشام فقام بحوارين إلى أن مات سنة 15 هجري، ولم يختلفوا في أنه وجد ميتا على مغتسله وقد اخضر جسده، ولم يشعروا بموته حتى سمعوا قائلا يقول من بئر ولا يرون أحدا. يعني ليس البشر، القائل ليس البشر، من بئر سمعوا صوت ينادي يقول يحكي بأنه مات فلان أو قتل فلان، على سعد قتل سعد أو مات سعد، يقول لا يوجد، ليس لم يروا أحدا حتى سمعوا قائلا يقول من بر ولا يرون أحدا، كما في أسد الغابة وفي الاستيعاب. وهنا أقول أولا كل منصف لو تجرد عن كل خلفية تعصبية مذهبية أو قومية أو قبلية أو مصلحية نفعية واطلع على سيرة الخليفة عمر رضي الله عنه فإنه يجد الجرأة والجد والحدية في سلوك عمر ومواقفه، سواء كان مع أم المؤمنين حفصة أو عائشة أو مع أبي بكر أو فاطمة أو علي أو رسول الله عليه وعليهم الصلاة والتسليم. فهل نتوقع، لاحظ، مع الجدية الحدية الجرأة مع كل من ذكرنا، هل نتوقع أن يكون الخليفة عمر مترددا مع سعد فيلتجئ إلى أن يكيد له فيغتاله في منفى الذي اختاره لنفسه؟ هو سعد اختار المنفى إلى الشام، فليضطر الخليفة إلى هذا الطريق، علما أن الخليفة عمر لم يتردد في إجباره على البيعة أمام الأشهاد، ولكنه استجابة لطلب الصحابي الأنصاري في تركه تركه. وهذه كانت في أول خلافة أبي بكر، فكيف نجده يتردد في استدعاء سعد وإجباره على البيعة أو العقوبة مع الامتناع بعد مضي ما يقارب 5 سنوات وبعد أن قويت
الدولة وبعد أن قويت الدولة وثبتت أركان السلطة مع ملاحظة أن سعد لم يكن له أي تأثير يذكر على المجتمع يسبب خطرا على الدولة وأركان الدولة في خلافة عمر رضي الله عنه. هذا انتهينا منه أولا. ثانيا، وإذا علمنا ذلك، وإذا علمنا أن كتلة السقيفة تشكلت في مقابل كتلة ثانية في المسجد النبوي أو في غير المسجد، فكان التنافس بينهما على السلطة والإمارة، وإذا علمنا أن عمر رضي الله عنه ترك كتلة المصاب النبوي لتدارك ما سيقع من تسلط ذاك الحي من قريش على مقاليد الحكم والتسلط على الأمة ومقدراتها وهلاك الأمة على أيديهم، فإننا سنرجح أو نطمئن إلى أن سعد بن عبادة يعتبر الغريم الأول، يعتبر الغريم الأول والمنافس والعدو الأول لرؤساء الكتلة الثانية، كتلة الحي الأموي القريشي الذي يسيطر على الشام والذي وقع سعد فريسة سهلة سائغة بين أيديهم، فيكون لهم سبب وألف سبب ومبرر لاغتياله وقتله، فينتهون من خطره ويحرضون الناس ضد الخلافة بإشاعة أنها قد اغتالته.